اخبار اليوم. بعدنا بوط القمار. ايه اللي خلى من وجهه نظرك ايه اللي خلى رئاسه الوزراء في مصر تشك في اسم حضرتك؟ انا الدكتوره مراتي برضه استاذه سجاره رجع فينا عمر جفا لما عرف كده قال الوزراء اتصلت بالقنوات اللي عملته قالوا لي ده غير شخصيه يعني تلامذته يعني انا 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 يجي لا طلع 150 سنه لما التلميذ من تلامذتي يبعت لي رساله يقول لي انا 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 اكيد مش انت يا دكتور. يعني صاحب هذا الغفاف ثم اعتذار من قبل الوزاره، يعني يا ريت تحكي لي الاول تفصيليا كيف كانت الاجراءات اللي تمت وانت ازاي لما وصلك النهارده كده ايه رد فعلك؟ او مفهوم بقى؟ احنا ركبنا الطياره بعد حوالي ربع ساعه عشان دايما تعامل جنبك احنا يعني اصلا دي احنا داخلين ما عملناش باص شرعي. كان تصرف غريب جدا وما قدرتش بعد شوية قالوا في مشكلة بعد شوية قالوا في مشكلة المهم بقينا بعد نص ساعة لقينا وسرعة فين الطيارة؟ قالوا ليه؟ قالوا في مشكلة برضه